النهاردة هنعمل مقلب جديد في المعلمة الشريرة. خلينا نشوف المقلب اللي احنا هنعمله النهاردة، ولو حابين نكمل في المقالب اللي بنعملها في لعبة المعلمة الشريرة قولولنا في التعليقات. مقلب النهاردة هيكون في الساونا. خلينا نشوف المقلب هيكون عبارة عن ايه. زي ما انتوا شايفين المعلمة الشريرة بتلعب رياضة علشان بعد كده هتخش تعمل ساونا، فاحنا هنعمل المقلب في الساونا. دلوقتي احنا هنخش المنزل وبعدين هنروح ننزل في المخزن علشان هنجيب حاجة مهمة. الأول هناخد الفخ ده علشان منوقعش فيه، المعلمة الشريرة حطاه لنا علشان نقع في الفخ. هننزل هنا، هنروح المخزن ده، وبعدين هناخد الأداة ديت. دي تقريبا دخان. بعدين هنطلع. المعلمة الشريرة شكلها رايحة الساونا دلوقت. خلينا نبص من الشباك نشوفوها رايحة ولا لأ. هي كده شافتنا، خلينا نهرب. دلوقتي هنحاول نهرب بره البيت. لا احنا كده خلاص ما شفتناش. هنرجع تاني علشان تخش الساونا، وبعدين هنقفل عليها غرفة الساونا، وبعدين هنعمل فيها المقلب. هي دلوقتي دخلت الساونا. دلوقتي هنروح علشان نقفل الساونا عليها، وبعدين نطلع على السلم ونرمي فيها الدخان. وكده نكون احنا عملنا المقلب كله. لو عجبكم الفيديو ما تنساش تضغطوا لايك واشتراك لو انتم مش مشتركين. Oh, stink bomb!